عزيزتي المتابعة، مرحبا بك في قناة تركواز كاتيغ لسحر الكروشيه المغربي. القنيطرة هذه اللي تتشوفي على الصور تنصورها في آخر لحظة، باقي كاع ما درتلوغ ليها نتوما. اضطريت أنني نكملها ونصلحها حيت اليوم السبت العشية، صافي سالات الخدمة، دونك لحد خصني نعطيها لمولاتها. دونك فضلت انني نخلي له غلي حتى الاخر، عاد ديك الساعات ندوزو غير في الدار باش الا جات السيدة مولاتها تلقاها واجدة. داكشي علاش ما عجبتني جات فيني، وانا حسن كاع من الصور دابا مع الليل وداكشي دايرة غير الضو ماشي طبيعي، ما تتبانش كاع كيما تنشوفها انا بعينيا هكا، ولكن غنشاركها معاك حيت جات فيني وانا قنيطرة زوينة. لاحظي معايا، هي مخدومة بالزواقة ديال في قمة الشياكة رقم جوج، راه فايت ليا شاركت معكم الدروس ومنبتة بالعقيق رقم ثلاثة في الكحل هذا الكريستال. ثم وكذلك بالنسبة للكميمات، هادشي كلشي راه شاركته معكم. طريقة السيدة مولات القندورة طلبت ليا الملاقية، دونك غير حطيتها، ما كايناش القطعة زدتو، درت غير واحد الخيط هكا نبلت بالخيط الابيض وخيطت عليه الملاقيه. هذه ثلاثيه المسننه، كنتمنى تكون واضحه، الضو ما كاينش قليل، دونك نبعد باش تشوفوها بشكل كلي زعما الا قدرت. ها نتوما كنتمنى الاقتراح ديالي لك اليوم ينال الاعجاب ديالك. توقعي مني عزيزتي المتابعة دروس جديدة، وتوقعي مني عروض جديدة، فقط ما صوب شي حاجة نشاركها معاك كما كتطلبوا مني دائما. ثم كنتوقع منك تنتيا تعليق الى جات على خاطرك، قولي لي كي جاتك القنيطرة، كي جاوك الالوان، هانت هي الالوان، هاد اللون تيعجبني انا مع الكحل، وكيعجبني مع الموف. دونك الالوان الزواقه، الفكره توب، غتسولوني على التوب، سمحوا لي راه غير كنرتاج لهذا الجيم هذا، ها هو راه زواق ومنو داير بحال زواق الكمخه، فنيون صيفيه، واخا هي كحله صيفيه حيت تويب بارد. دونك نقول لك بسلامه عليك، وان شاء الله في فيديوهات مقبله. كانت معك مريم، السلام عليكم.